مادام مازال كاينه ازمه في البرلمان، يعني بيان سور تعطل من العمل البرلماني، احنا ان شاء الله تفرج الايام الجايه الازمه هذه وان شاء الله يرجع النشاط كالعاده. ان شاء الله ان شاء الله نتمناوه نتمنى. ها لا هذا سؤال سابق لي ما نقدروش، احنا ما نقدرش نتكلموا في هذا الفصل بين السلطتين. مازال كاين الوقت، مازال شهر اكتوبر، ما غير في شهر اكتوبر مازال يدرس ومازال الوقت، عدنا الوقت، وانا كنت رئيس لجنه الماليه على بالي الوقت مازال. لا مازال احنا هذا اسبوع وين عندهم المشكل. على كل حال السؤال هذا تقدر على الغرفه السفلى، احنا الفصل بين السلطتين، احنا سلطه تنفيذيه وهما سلطة شرعية، وما عندهم الحق بيناتهم النواب والقرار اللي يرونه صائبا. مع الوزير الحكومة تتابع كثر ما يقع في البرلمان. بيان سور تتابع نورمال، احنا راهو شريك البرلماني، يعني احنا العمل تاعنا كله في الغرفة السفلى تتابع نورمال. انا يعني الدور تاعي وسيط بين العمل الحكومي والعمل البرلماني. بحكم ان اللجنة التي استحدثتها افلا اسمكم طرح فيها، انا اللجنه انا عضو قيادي في جبهه التحرير الوطني، لازم انت كصحفي انا تعرف دوري، انا كنت نائب عن جبهه التحرير الوطني وانا وزير من كنت جبهه التحرير الوطني، وحنا نحوسوا على الاستقرار تاع المؤسسه لانني انا عضو في الحكومه ووزير العلاقات مع البرلمان، ويهمني يعني التنسيق بين الهيئتين في اطار قوانين الجمهوريه في اصل الدستور. احنا ماذا بينا استقرار المؤسسه هذه با تمشي القوانين والاستقرار تاع المؤسسه استقرار تاع البلاد، بالعكس كلام هذا الشيء تقدر تطرحوا له هو كرئيس، ولست انا كرئيس، وهذا الامر يتعلق بالغرفه السفلى، احنا ما عندناش علاقه، احنا الهدف تاعنا انه تكون المؤسسه التشريعيه تعمل عملها، مؤسسه تنفيذيه عملها، والفصل بين السلطتين، وحنا ننتظر الايام، يعني الكتل هذه تاع التحالف الكتل تاع الاغلبيه هي اللي تقرر المصير مع السيد الرئيس. لا هذا الموضوع ما نقدرش نجاوبكم عليه، انا ما عنديش الصلاحيه باش نقدر نجاوب، ما نقدرش نجاوبكم. لا هذا يعني ما نقدرش نجاوبك، اجل وما كاش اجل. انا سالتوني على اسئله لا العلاقه، احنا التنسيق بين الحكومه والبرلمان في حال هذا سؤاله هو علي الوزير. Allez, vas-y.